Shlama lochom parjanan miyakre. Khurzet idio, tawe khurza anqaya, u khurza raba prishele min khurze khine tkhwide, u bayan madiyan qatokhan qat idio itlan minnan ham David Albazi, awen dakht yatitu tilwentan yibalkhakh min AGN TV, u idio tawili khayrta min gibet David Albazi qat ana blishana rabaya li masyan. هم زمن قد منطيخ لأي مناي دوا خرزة بتمودي له وماني اتلم منن بأمرن قا ديفيد البازي بشينا بيوخ هود باسمت ميوخرتا كارلين هود باسمت قدهات بقتا ديفيد دخت تخوى ومزمة أنا وقت قمضانا قد أول خرزة بيخ أو دخلتي لرابع عن القاية بيت مضيت لن بوت موديلة وبوت مودي بهم زمخ هي هل بات لماسو إلى رمزة ديا أم يقرأ علي الراوي إلى قرشان الشكلة ويدل خا لماسو قورة ترمى وأربعة متر مربع ين سكوير فوت سكوير متر. شقلت لاشتاير ختي لويدو ويدو لبي بسماره وبتاله. أخا شو لا رابا رابا قوره لي هل بد باقورخ منه بأخذ بضايق قد جانو قامو باقورخ منه قامو رمزة اد امبراطورية اتوراي ديان يعني. او انتو خمنا قد اود لا وخاك ما بقارخين باقورخ منه وبيلشان عربايا ديفيد دخت دخت متخرخ دخت مرخ اديو اتلان منن خا تيلي شمو علي الراوي من قطرة عراق وبقرخ لبقاري قد خزخ تخمنيات وديو دخي ودخي شري لبواب الخانة وقد مضيق قاتو قد لاماسو كمال أنقايا وتشعيدة آتوراية وكمال مودي لتخمنا قتي لويدو أوى مندي بجربخ أنا وديفيد البازي منطيخ لأن بقارة وخبران لديو كما تماصخ أبو قارة قماية بأمرخ بايخ مندي قماية أمرخ علي الرابي بشينا بيو وبشينا تيلو خد مصيلوخ هاوت منن جو AGN TV تيلا خا قناة آتوراي ديان جو كاليفورنيا وأنا من جيبت سويدن آتورات سويدن بوين شمن ويطن أول ناشا مانية مرحبا أستاذ علي الراوي أشكرك جدا أشكرك على هالمقابلة اللي نعرف أنت مشغول أنا والأخت كارولين نشكرك شكرا جزيلا على هالمقابلة وأخذت من وقتك وجيت حتى تطلع على الشبكة الآشورية العالمية من كاليفورنيا بالعكس بالعكس أنا أتشرف أكون ضيف وأنا أشكركم على هاي الاستضافة الجميلة أستاذ علي أكثر الأسئلة إجت من الأخت كارولين أول شيء عرفنا بنفسك بالبداية أنا علي الراوي من مدينة الرمادي مواليدي 1995 معاون طبيب وبنفس الوقت فنان تشكيلي إلي من ديت الرمادي إلي هلبت إلى أسيستنت دكتور يعني بخشان بقراية إلى أمدي إلى المطهور وخشي المطهور إلى أسيستنت دكتور إلى ميقرت كارولين بغيت بقرت بسورة بخارة بخارة تري دبيخ يطخ قد فلخانة ديو شولة ديو أخ أرتست إلي بريشة من دن أرتست خينة مودي شوق لقد أود أول شولة
دخت قم عود له different من ناشخينه. فنك يختلف عن الفنون الأخرى، لماذا اخترت هذا النوع مع العلم أن الثور المجنح هو رمز الإمبراطورية الآشورية؟ أول شيء اختياري للثور المجنح باعتباره اللي هو لاماسو الروح اللحامية، باعتباره هو يمثل الحضارة العراقية. يعني أنا يعني من الأشخاص اللي كلش أتأثر من أشوف اللاماسو قدامي، يصير عندي طاقة يعني غريبة كلش. وبنفس الوقت أنا اختاريت هذا الفن باعتباره هو فن صعب وبمغامرة ومو سهل. ف ماني من الأشخاص اللي يحبون المغامرة ويحبون التجارب الصعبة، فالحمد لله جربت أني يعني بهذا المجال ووصلت بيه لهاي المرحلة الاحترافية. شكرا ماريلي. أنا أشول ودلي قد لماسو إلي رشمة عراق تاريخ عراق سبب أخ كلهم بضايق قم شوال بشني لماسو اتن ويا العراق ده همني بيو لا اختيار راي هل بد ما ريلا اشولا رابط شاتون الي وانا جرب لي اشولا ودنتي للرابط شاتون وإقارة لقالي و جو فاميلي ديو اتن اوا مندي اوا بالخانة، يعني ويتلا جو فاميلي ديو قد ان اينا ارتست يو دي اوا شولا رسمي ويتلا اتخا مندي ان اون اي ليو قمايا. أستاذ علي كرسام كفنان نعم موجود بعائلتك يعني رسامين لذلك انت اخترت هذا شو اسمه كفنان؟ أنا عندي والدتي عندها شوية قبل ما تتزوج كانت يعني عندها بدايات بالرسم، عندي خوالي اثنين رسامين وجدي أبو والدتي هم كان فنان يعني رسام وبنفس الوقت مدرس فنية. فالموضوع احنا عندنا يعني شبه نقدر نقول وراثي، إنما أنا بلشت بيه بوقت متأخر يعني من صار عمري 20 اللي بسنة 2015. بهاي السنة أنا بلشت إنه يعني أبلشت بمجال الفن والرسم وهاي التفاصيل. نعم يمي قرشاوة قمت قراوة قرشاوة شكلي خالواتي ترونت قرشان شكلينا ساوني باب ديمي إيوة مقريانا ويقارش وشكلي أنا إقدويلي خمسة صار شنة الأسري شنة قملي أنا دا جروبة قد قرشن شكلي شريلي قرش شكلي خبو قارد تخري قد تمر او نشوري لك دي وش شي تتريب وخمشة صار دخت يطخ تاما ايو ورابا اسقوياتك واطرا و ويوالا بلاشا وكل من دي بدي شيتا بايخ يطخ ان دي دانا شوري لتخمولي بتقاود او شو لقت قد لا تخمنتي اتن بلاشا بل قد او من دي شو ودلي قد آون باي شارع آود خمن دي بشمت لاماسو ين خكمة شكل خينة. أستاذ علي 2015 أنت تعرف كان أكو مشاكل هواية بالعراق و وأنت كنت صغير لأنه المشاكل صارت هناك وقضايا اخترت يعني شعرت حتى تسوي فد مشروع مثل لماسو وغيره. طبعا بلشت أنا بالفن بال 2015 بسبب هو دخول داعش لمحافظة الأنبار وتهجرنا من محافظة الأنبار إلى بغداد، وبالأخبار كنت أشوف إنه فلشوا أحد المعالم اللي هو الثور المجنح. فأنا ردت شلون نقول استحضار لروح اللاماسو عن طريق هاي اللوحة اللي هو فلشوه قبل فترة، فهذا هو راح يكون استحضار لروح هذا اللاماسو اللي فلشوه هم بهاي الفترة من الحرب اللي صارت قبل كم سنة. نعم أنا إخوة ضانت
تريلف خمشاصر دنتد ايسس ينداعش تي للرمادي دكان خينه وغزيلي جو تي في بشماطه لماسو وشركه جو رمادي وجو موصل ودكان خينه هلبت موصل ليله مدخوره انا اختخز قتيل بغزايه جو الشكله قتينا بشماطه لماسو هل بعد أخني بتخارخ شمطلون لماسو جو نمرت وجو موصل ورابط دكانه قبض هذا أنا رشلي توالي خار يشتا قد أشولا أودني قا بدهد إيوا شاريتي وبيخ أخ أطراية أمرخ ومضيخ قناشي قد خزخ أون تخمنتو قد أون بيا مغزي قد من ديانة قم شمطيلو آيسيس قم مخرويلو تي ورابا وتينا هل يجو يوم رابا أن نقاي قاتن قا تشئيتة آتورا يديان بيا يطن أن أون علي الراوي يط كمال أن نقاي لمسو قا تشئيتة آتورا وقا آتورا يقول كل دنيتنا بريشي وكل أطروات أستاذ علي شنو شعورك بعد ما شفت كسر وتخريب لماسو شنو شعورك كان لكل الموجودين الآشوريين وغيرهم هذه الآثار العظيمة اللي دمروها شنو كان شعورك لما شفت هالشي هذا صار عندكم؟ طبعا أنا من كلش من العشاق اللي الآثار والأشياء القديمة شيء صعب كلش علي إنه أنا أشوف آثار تتفلش أو آثار تتهدم أو تنسرق، والأصعب إنه يعني شلون نقول أكثر أثر أو رمز قريب الروحي اللي هو اللاماس. أنا كلش أعشق هذا التمثال، شيء صعب كان انه اشوف التمثال هذا دا يتهدم من ناس يعني ما عندها اي ذره من العقليه والوعي، يعني هذا شيء كلش كان صعب وبشكل مو طبيعي. يعني قلت لك قررت اني اسوي هاي اللوحه استحضارا لروح هذا اللاماسو اللي تهدم، ف يعني الموضوع بقى مأثر بي الى حد انه كملت اللوحه. نعم أنا يمغبن رابا إتقي ويمغبن رابا لماسو إذا تتبغ زين أشو لوايلة بقناوة إتقي دي وبقناوة لماسو بشماطو أنا رابا ويلي أجبة بدن ناشي كما هنا لتلون قد أشو لأوديلة خاشو تاريخيه. بايخ يطخ قد دخت شميلا قمضانا قو فاميلي ديو دخت يمو باني بالخاوة بومن ديتي وصرتا و خك منا شخينا قو فاميلي ديو مودي تخمنة ودخي مطيلة لدي تخمنت قد باي اود لماسو وانا شكلتي لوادي وادي بسماري و تخت يمرخ جدا دافيد مود خبرته معنا فدو قدتي لما بلوخ تيلا مودي وتخمن تبي وشاري وبوا من دي أستاذ علي أنت لما إحنا نعرف ومثل ما ذكرت إن أمك وخوالك وجدك كانوا رسامين وفنانين فأنت لما سويت هالصور وصور عندك هواية مو بس لماسو شون فكرة بسامير وأسلاك حتى تسوي هالفن هذا؟ اختاريت أنا هذا المجال لأن بال 2016 بداية 2016 شفت فنان ألماني يرسم نفسه بالمسامير والخيوط. بهذه الفترة أنا كنت أحاول أجرب هواي فنون حتى أعرف نفسي شنو راح أتخصص، شنو الأسلوب اللي أنا راح أثبت به، شنو اللي راح أقدر أمشي به طريق واحد
وأوصل بي يعني، والناس تعرفني بهذا المجال. فاختاريت أنا هذا الفن اللي هو فن عثماني قديم اسمه الفن الفيلوغرافي. بالأصل هو كان فن خط وزخرفة، وشوية شوية تطور هذا الفن ووصل لهاي المرحلة من الإبداع، باعتباره الفن حاليا هو الفن الحديث بتطور مستمر. فالفكرة كانت أنه أجرب شيء جديد، وهذا الشيء الجديد ميزني وأنا بقيت مستمر به. نعم، أها بسمار تيلي أد شريلي بيو تريل بوشتاصر هلبت اتوخا قراشا تشكلي جرمانايا آون شريلي آمندي وهلبت عصم الله دا اتوا يمري لفن وزغرفة ديو ديو لا إينا خنا شريلي بيش بزيادة اها ودلي خكمه شكلي بي بسمار وتيلي انا دا اتخ من تشقيلالي جرب لي قد رابا شاتوني لقد مينا ليتوتا وجرب لي وهلا اتمندي انا خين بتجرب اخلو خبو قرا دختين انا خشاوي الى رابا انا نقايا بين يطن اخ اون علي عدراوي اخ ارابايا مودي تخمن وكمال أن نقيتها تشقيت أتوراي قاتو. أستاذ علي، نحن نعلم لك ثقافة عربية، لماذا اخترت التاريخ الآشوري وماذا يعني لك هذا؟ أنا من الأشخاص اللي كنت أجهل تاريخ العراق. بعد موقف صار وياي، أحد الأصدقاء سألني عن عشتار، فبصراحة بوقتها ما عرفت شنو أجاوبه، منو عشتار يعني، منو ليش يعني، أنا عراقي وما دا أعرف شنو تاريخ العراق، هذا الشيء مو صحيح يعني، أنا شاب وما أعرف شيء عن تاريخي، والأشخاص اللي من غير بلدي يعرفون عنه وتاريخه. فأنا من صار وياي هذا الموقف قررت أنه أبحث حتى لو فد شيء بسيط من تاريخ العراق. فكل ما أبحث وكل ما أقرأ كل ما يزيد حبي للتاريخ وللآثار العراقية، وبديت يعني أنشر على حسابي الشخصي معلومات بسيطة هم أحيانا أنشرها أشاركها ويا الناس، خلي مثلا يستفادون فد معلومة بسيطة عن التاريخ العراقي. فأني سبب يعني حبي للتاريخ هو لأنني كنت أجهل هذا الموضوع. أنا خمن خورواتي بقر مني وهم زم لابد أشتر. أنا لنو بداية هيك مندي، لا بد تاريخ أشتر ولا تاريخ أطرن عراق. إقدوي لا آشو لا أنا جرب لي قد بقرن وخزن تاريخ ديا مودي له مودي خواخ قد يطن إن خاجوب لباقري قد جوبنه بقارة سباي وأنا أتلي خبة تشقيطة وتاريخ قبض هذا أنا جاني شريلي تلمذالي قد ماطن ويطن مو بجوبن وتاريخ دي التين اشتهور بيو ديطنه أديب بقرن بقارة خاجي خيتا قد بين مطين الخجوب قد ممطيخ لقى برجانا من يقرأ. أنا تخمنت إيلا قد بين يطن قد علي الراوي ضايلي قد لمسو ودي تشعيتا إيلا تأتوراي قد إيلا رابا أنقيتا قا أخ أتورايا أخ أتوريتا بين ممطين لقد يعني أخنا الريشي وهاوي رابا بسيمة تيلي وادو أول شولة رابا تمس ورابا شبيرة إنا بين من جيبو أخ أرابايا ضاي لك ملا أن انقيت قاتا أخ أطراي. سؤال دا تسأل الأخت كارولين نعم. مرة ثانية أني
أريد أسألك سؤال، أنت إيش تعرف نفسك؟ ثقافة عربية أو عربي؟ وبعدين هذا سؤال شوية يعني شلون جاوبه، تريد تعرف لما أنت تكون مهتم بلماسو وثقافة آشورية، شنو رأيك بهالشيء هذا؟ يعني أني أشوف أنه يعني كعربي أنه أني عايش ببلد آشوري، يعني صح أني عربي وثقافتي عربية بس عايش ببلد تاريخه آشوري، يعني البلد اللي كان حاكمي الآشوريين، يعني نقدر نقول نتنفس نفس الهواء، ما نعيش نفس الحياة لأن الحياة تطورت، بس يعني شلون نقول نتشارك نفس الهواء اللي كانوا هم يتشاركوه، نفس الأرض نفس المكان، فأقدر أقول إنه أنا عربي بس على أرض آشورية. ادمجت خابو قارة ريشاية وهيد باسمتا ماري لأنا رباية وين إينا بخاين قو أطرد آطر قبود هادخ كلان أو هاوا تخ بشقالو أخا همزومي لهالبدا خاطراي ورباية شروكخ كلن ام اغضال بدها يعني بالزودة مضوية لي اخني اي وخا بيرخد انا الدين بدايو بين امرا قا فرجانا الميقري وديفيد دخت شميلا انا جوا بديو رابا رابا قم بيني وقم مخبني اي وخا جوا رشلي قد تختي مره خا هاويلي ورياشي اللي قتيلي خايق وقطرت اشوراي او من دي غزايون خمندي رابا انا نقايا وغزايون خمندي شقلا انا بيو شهارة اخ اتوريتا بريتا وقطرت عراق واول مندي اول ناشا ليلن كارو خمندي اخلن اخ اتوراي تخدي بريش وبربزق وكل دنيا إلى أن انقيت قد دوخ إيقارة قد دوناشا ليلي قورة بشنة سوري لي وادي لي خشونا رابا تمس و مو دي لار يشتوخ ديفيد ليجي تجوب لأدخا تختي ودله المجد أخترش لخاتن أخا شولة قبارة لي قد خاناشا مضوية لقانو خا أرخا ين أرخا خيتا قد أأطرا إلى آتوراي أبو تهادخ دمجد هر إيتخ من تديخ خزيالي وأنا اشتهور بيو قد خيالة بني شن السورة تاريخ ليلي بضايو آمدي بضايو لي ورابا منن أخني إلتت بشمطي لا تخجور شن تاريخ ديان أخنا لغ بضايو خا مغدا جوانقا تاريخ بضايو لي وقري لي وتقبلني قانو خا 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 إقاري لي خا موديتا ب أمتا آتوريتا إيلا ديفيد ما صد مضيت لأول من دي قاتو بليشانا ديو رابس باي احنا نفتخر بيك صراحة لأنه أنت تعرف وكثير يعرفون تاريخ الإمبراطورية الآشورية والآثار تشهد لهالشيء هذا. أستاذ علي أنا أزيد شيء واحد، لما أنا كنت بالمدرسة يعني ابتدائية صف ثالث ورابع ابتدائي وهسه unfortunately مدى ما عندهم هالدروس كان يذكرون بتاريخ الآشوري آشور فاني بال نبوخذنصر كنا ندرسها كلها. هسه لما نجي أني بصراحة أفتخر بيك فخر عظيم لأنه عندنا جماعة شهادة تزبين
لا لا، هذه صراحة، هذه صراحة، وإحنا نفتخر بيك، لأنه بصراحة عندنا هواية اللي يعرفون التاريخ ومدي منون بيه. هي هذه المشكلة، مشكلة كبيرة هي هذه، لأنه إحنا اتعايشنا. صحيح أخت كارولين بسويدن وأني بأمريكا، بس إحنا عشنا كشعب واحد بهذا بلدنا العظيم، فإحنا نفتخر بيك، وأنت يعني مثل ما يقولون our hero. شكرا شكرا، هذا شيء كلش يسعدنا طبعا. دلل بركة الله وبتوفيق من الله تم إنهاء عمل أكبر لوحة في العالم في جهود العالمية. اشرق بسمة بعين الظلمة، واضحك وارسم أحلامك وتكون الدنيا حلوة، ابدي بخطوة تقدر توصل للخطوة المليون. تنحني وسرح نجاحك ينبني، الكون صنيع المجد، لغد رسائل نكتب، إن الأمل نحن له، فوق الغيوم سنشرق شمسا لكل ذات، لتحقق حلمك لا تمل، فالحسن غادر قد رحل، سنواصل في درب الأمل. خابو قارا يطن ديفيد أتقم خدتوا على بشارة الدو خرزة إن ما صيها قيلا خاقي خيتا آون أو لمسو كميل قورا. أرد أسألك مرة ثانية، الثور المجنح إش كبرة، يعني إش قد كبير اللي رسمت؟ يعني نعم. اللي أنا رسمته لو اللي رسمته قياسه 204 متر مربع. وش قد كما فاقد كما اش قل الضانه تقم اود لاوا شو اش قد صرت تشتغل به حتى كملت هذا الشيء اسمه ثور المجنح؟ بقيت اشتغل 6 اشهر متواصله حتى انجزت هذا العام. نعم. قور الدها قروتو إلى ترمى وأربع متر مربع، يعني سكوير. شقلة اشتاير خيد لك ليتا قد تممت لماسو يعني دختي خزايا ودختي خشمايا أخنا نخزيخ شكلة وخزيخ فيديو من جيبت إنستغرام علي الراوي، يعني خمن دي أجبانة تيلة تخا قورة شميخ إنا بايخ بقرخلة قد شدروا لأوى من دي قا مريلا يا organization Guinness Record ليطان مريلا بليشانة إنجلس ديفيد الماستر GWR exactly وآون شدروا لي وصباري لجواب يندخلي ويا وشوما. عندما أكملت ثور المجنح ودزيت المجتمعات مثل GWR دزولك هم فهموك يعني شنو موقفهم شو راح يصير؟ بالبداية يعني قبل ما أبلش بالشغل فرفعت الطلب لموسعة جينيس إنه أنا عندي هذا العمل وهذا اللوحة اللي أريد أشتغلها بيجي تفاصيل كلها، قالوا أوكي إحنا موافقين على الرقم القياسي وننتظر منك ترسل لنا الملفات الأدلة اللي هي صور فيديوهات وباقي التفاصيل. ف
فمن كملت العمل وأثناء فترة العمل كلها هو أكو تصوير وأكو توثيق للخطوات كلها. كملت العمل هذا رفعته لموسعة جينيس أرقام القياسية، رجعوا دزوا رسالة أنه يريدون المزيد من الأدلة، رغم أنه أنا مصور يعني كل المراحل العمل. فأوكي قلت ما يخالف، قرأت الشروط، رايدين شهود، رايدين استماير للشهود وفيديو لهم، وأنا هم يريدون فيديو وشأوا هويتي وهاي التفاصيل. فصورت هويتي وهويات الشهود ومليت استماراتهم رفعتها هم لهم، وهسا رجعوا دزولي البارحة أنه نريد المزيد من الأدلة. يعني تواصلت على الصفحة الشخصية مالتهم بلا انستغرام، يقول لي احنا هي هاي الشروط اللي انت رسلتها كلها اللي احنا نريدها. قلت له لعد شنو اللي تطلبوه مني بعد؟ يعني أنا راسل كل التفاصيل، راسل كل الأدلة، وبعد يريدون مني المزيد من الأدلة حتى يوافقون على الرقم القياسي. فاني يعني حتى صرت بحيرة انه شنو الأدلة اللي يريدوها بعد. نعم انا اجي شدرالي قلت انه شوري بدا بروجكت شوري لي شدري شكله وفيديو دا اورجانيزيشن قد خزن موخينا بوي وخاك خي تاني شدرون قد بوي مديان خينا داكمان خاته مديان خينا داخلي مارا لم بضايا قامو يوم تورد شدرون بي داكمان خينا مارا انا بأرخد انستغرام الويب سايت دي اطلب لي من دين قد انا من ديان شدرين انا من ديان طليبه لو خن شدري لي قامو هدية هلا دي لتهج من دي مارا لم بضايا مو دي البراية دخت بور ميلان هم مرة قد أني أون كل من تشي نطلبه منه ويدو دوس إنا مرة قال لي أنا كل من دي ويدن تيجي تطلبه مني يعني قامودي تسبارة قامودي تشواقي سبرن ولا تياوي خجوب وأخنا همون قد بلكت دخت خشمايا وضايا من علي الرابي قد أون كل من دي أنا تي نطلبه ويدله دوس فأون رياشي اللي دخت مضيلة قاتا ميري لقاته لن ضايا موتي تطلاب أخينا مني أنا كل من ديهم ويدو رابط وقيل لقاته فاقد فاقد أزيزة أن تلخى بقارقاته لا أستاذ علي يعني أنت شرح إذا أشياء طلبوها منك كلها دزيت لهم إياها شنو الحجة الباقية؟ بصراحة ما أعرف يعني شنو اللي يريدوا بعد، يعني هم رايدين أنه أنا مشتغل العمل من الصفر إلى أنه مكمله بدون أي تعديل على الفيديوهات. هذا الشيء أنا سويته دزيته لهم. رايدين مثلا شهود أنا دزيت هاي التفاصيل مال الشهود. رايدين قياسات العمل أنا مصور قياسات العمل ورافعها. رايدين مثلا استماير أمليها أنا والشهود هم مليت الاستماير ورفعتها. تقريبا 45 ملف أنا رافع لهم، يعني مو شيء قليل. حتى تصوير من 3 زوايا من الشروط هماتي أنا رفعت لهم. وبنفس الوقت هم أكو رايدين أنه المواد اللي أنا مشتغل بيها لازم تكون متوفرة بالأسواق، فهاني همات بنفس الوقت يعني حكيت وقلت لهم انه بالفيديو انه اني المواد اللي اشتريتها متوفرة بالاسواق ويمكن لاي شخص انه يشتريها، وهم رفعتها لهم. ولحد الان يعني حرت اني شنو اللي يريدوا بعد، يعني ما اعرف بعد. انا لم بضايا موخي نبوي اربي خمشة داكمان انا شدرن قالي اومن ديتين اطليبو سهدوتا سهادة فوريما مليان كل من دي ويدون أختينا آني طليبة أنا دائد مجد لنبضايا موديلة مبتاوي سبب أنا دا مخد يمري لنبضايا أم دي تينا طليبو كل من دي تينا طليبو من داكمن من سهادة من طلبلون مني خام أنا من دياني التنقو بازر يعني أخ
أن من ديانتي المبلوخي قد ألماسو ما ريليه كل من دي التن وأنا آمن دي كل من دي ما ريلم بضايا خينا بسبارن بين خبقارة دخت يطخ لماسو ليلي بس أو من دي تيلي آمن بليخة ألو ويدي لرابة من دي يعني خينة قمضانا وبلك تشولي للخامين دي خاتها دي بارت بريقة من لماسو اتلي ختخمنت بلك تقاود خامين دي خينا تيلي كتيبة بو يعني تشعيت تقاتوراية اخ اشترقيت نمرود يمو تهاوي تخمن اللي قاودت خامين دي استاذ علي انت هذا كملت لماسو ثور المجنح عندك فكرة راح تسوي أشياء أثرية مثل عشتار مثل نمرود مثل أشياء تاريخية تخص بالش اسمه التاريخ الآشوري والعراقي بصراحة أنا يعني هسه نقدر نقول بمرحلة إنه دا أفكر شنو اللي أسويه بعد لأن سويت شيء قوي كلش وأخذ صدى هم قوي فما أقدر أسوي شيء يعني أقل منه أو شيء أضعف منه فاللي أكيد أنا من الأشخاص اللي كلش يشجعون على أنه نوصل رسالة ونفهم العالم على الحضارة العراقية فالعفو فشنو مستقبلا ممكن يكون عندي أعمال تمثل التاريخ العراقي والتاريخ الآشوري وشخصيات تاريخية هم تخص التاريخ العراقي بشكل عام نعم أنا ادمجت خاشولة رابا مرقلة ودلة وتخمونا وبالتخمنا هلا المضايا مت تاريخ يعني مت شولة خينا بدأودن قهدية المضايا اتلي خا خوش خا طلبتا منه بلكت انقبله من جيبت اي جي ان تي في ودختخ انا وات ميقرا ديفيد بلاخبو اي جي ان تي في ولي قارقاتي بلاخا من نوخون بين طلبا من علي الراوي ان ما اوتلن خا من دي سورة إذا تدختي أو مبالغ بصماري وبقدة أي سيمبول إت أي جي إن تي في مو دي لا تخمنت أستاذ علي الأخت تتمنى لو هذا الشسمة مالتنا مال أي جي إن الشبكة الآشورية العالمية حتى تسوينا واحد مثلها هذا تمنياتها وتمنياتي أنا همينة وتمنيات الفضائية مالتنا إذا سوينا شيء إحنا نكون ممنونين لك ما يخالف سهلة سهلة يعني تدللون بعيوني بس تدزولي الصورة بوضوح عالي وإن شاء الله أسويها أخا مندي سنايلة أختي شدروا لي شكلة ومبيت أشولا بدأودنة هاوي بسيمة رابا علي الراوي ورابا غديلي قد ما سعود لأول شولا أنا أخ من جيبت AGN TV هيرتا ومت سانق بشضرخ لي قد ما سعود لأول شولا قد لكل لكل بريشو جاري تلان خكمة بقاري خراية قد بيخ يطخ اتلنا شيخينا يبلخي منه دوا شولا يعني بس يبلخ بقاني استاذ علي عندك ناس يساعدوك بهالشغل هذا لو بس انت وحدك والله حاليا يعني وحدي كل هذا الشغل اللي انا سويته كله وحدي الحمد لله هذا يعني هم نعمه من الله انه انا اقدر اتحمل هذا الجهد وهذا الضغط من العمل بس مستقبلا دا حاول أدرب أخوي حتى يساعدني بهذا المجال باعتبار دا توصل طلبيات للعمل هذا
مدى لحق عليها، فلازم شوية شوية الواحد يوسع نطاق عمله. نعم. ماري لي أنا هلا دي ابنوشي وين وشو لا رابع لي بخيل دقالها بمين خوني أون دا قد هير قد أودخ شولان خيني سبب شو لا رابع رابع شاتوني لي إنا خوني بدمين وملبن قد أشولا رابع سباين وين أمر أنا من من AGN TV من قطرة سويدن بيان شكرنا قا علي الراوي تي ويلا منا نديو قديت بقتا بيان شكرنا قد تي جوب لقاتا ومغزيلة قد قطرة قاتا إلى أننقايا تشعيتا رابع أننقيتيلا وبيان أمرا قاتو خلق خيتها برابا بسيمة قد وشولة بلخانة قد تخ أخنا أطرايا تخبر بالزي قوات روات بريشة تخزايا خا سورة بشنة بلاخة بو مندي أخا أطريتا أو مندي رابا أنا نقايا لقاتي ورابا بخدايا هود بسيمة رابا علي الراوي تشقل نضانة منوخ وتي مصيلوخ جاوبتلو أني بقارديا تيغن بقر خلوق ودو أخرزة أستاذ علي الأخت كارولين من سويدن من الفضائية الشبكة الفضائية الآشورية تشكرك على هالمقابلة العظيمة وهي فرحانة هواية هواية بهذه المقابلة وأني من عندي من الشبكة الآشورية العالمية أمريكا أشكرك على هذه الضيافة وإذا احتاجت شيء إحنا بالخدمة مثل ما يقولون نساعدك أنت تعرف إحنا مطشرين كل العالم سويد بأوروبا يعني مهاجرين بلدنا الحبيب لذلك الأخت كارولين تشكرك هواية وأنا أشكرك هواية والفضائية تشكرك هواية العفو بالعكس أنا أشكركم على هاي الاستضافة وأكيد أنا إذا احتاجت أي شيء إذا كان بسويدن أو بأمريكا فراح أتواصل وياكم وأكيد أنتم ما راح تقصرون وكلش كلش سعيد بهاي المقابلة العظيمة ويعني تبادلنا الحديث والمعلومات شكرا ماري أنا بغداين قد أتبقت دويلة إقاري لي انسنقلي من دي من سويدن ين من أمريكا أنا بطلبنا من أخون وهلبتها وباسيمة رابا رابا قدها شولا وقدها تبقت أني قيت أدويدا لأمان برجانا الميقرة تختي تغزايا ويطيتو أخنا من جيبت AGN TV رابا من ديانة بريشة بريشة همزة مخبودية وخمن دي رابا أنا نقاي أخنا يودخ فوكس قد أطرديا آتيقا همزمتا ماصي مضي ومدي تيلي قول لبي إنا دختي تغزايا أو ناشا ليلة أطرايا إلي رباية عراق إنا مغزيلة قد إلي بياشاقو أطرا وادلي خمن دي أطرايا وشقالي لشوهارة بوا من دي تختين أنا غزاوي أو مندي رابا قورة وقاتي إلى رابا مغديانا ودختي شميلو خون قمضانا من ريقة ماصي أودلان خاشكلا من دي شبت AGN TV وإيقت مطيقاتا مغزي خلاقاتو خون ديفيد البازي بين أمران قاتوخ هاو تراب رابا بسيمة هيرتوخ تي مصيلا مجوج خلاقوا خرزة بليشانت سورت وبليشانت أرابت مودي بايت مضيت قا خرزة قادني برجعنا قد هو خرزة ادمجت هويت باس انت آتم قد آت بقتا متالغ الأوضالي ادمجت خاشولة قباريلي وأخني مضوي قا كل ألما انهاوي قو أتروات مأروة يند مدنخا هل بعد بدن تريلي شاني رابا ناشبت برمي بخزي مودي لبرايا قو أطرا وقو مدن خامس عايا وتاريخ ديا مضويخ قا أمتا كلها
اتاريخ تيل بيشا منشيه بدرابه اتاريخ هات خناشي اتي اخني اقاره وشهاره لي انا خاقي خيتا بد امرن انا بتقارن اطرايا من نخين وبامرنا بس خا يعني اخا مندي خرايا اللي كانت انجلس قد قا علي الراوي I want to say thank you so much for doing this and thank you for you're bringing the Assyrian history to us who live in America and live in Sweden. Thank you so much, Ali Alrawi. أستاذ علي أنا أشكرك شكرا جزيلا وأنا يسا باللغة مالتنا قلت لها الأخت كارولين قلت لها أنا بالنسبة لي هو أشوري هذا أصل هذا بلده فأشكرك جزيل الشكر على هالمقابلة وساعدتنا هواية وإن شاء الله إذا كانت عندك أشياء أخرى إحنا حاضرين إن شاء الله إن شاء الله ما تقصرون وأنا أتشرف أكون آشوري يعني هذا فخر إلي مؤكيد يعني أن هذا تاريخي شكرا جزيلا أنا اشتهر تاون آتورايا سبقها تاريخ ديلي شكرا جزيلا اتلي خبو قارب طلبا خمندي منو خمندي خرايا اود لان فولوغو انستغرام AGN TV انستغرام ديان وطالب من فولوورز ديو قد اودي لان فولو قد لا يعني اعزل مني او خرزة قد ماصي خزيلة ده تطلب على منك حتى تشارك هل هذا البرنامج على الانستغرام وتطلب من اللي وياك أصدقاء حتى يشاركون ويعرفون وهذه تنفرز بكل العالم أكيد أكيد أنا ليش بالبداية ذكرت أنه ترسلوا لي الرابط حتى أكيد أشارك يمي وأشارك الصفحة وأسوي تاج وأخلي الناس كلها اللي تتابعني تشوف هذا اللقاء وتعرف أنه الآشوريين موجودين يعني سلالتهم ما منقرضة ما موجودين لحد هاي اللحظة شكرا جزيلا ماري لأخني بمتخلة لينك بغيلة قد ما تول الانستغرام قد مضى ومارا أنا اشتهور يونتي ونعطو رايا ميقرتا بأمر خاقي خيتا برجانا الميقري هاويتو بسيمة رابع وهدية برد أخنا أنا وميقرا ديفيد وعلي الراوي برغيخلي أول خرزة مغزيخ لو خون خكما شكله ومغزيخ لو خون خا ينتري فيديوت من تيلي شدريقاتا علي الراوي أنا بأمر نقاتو خون هاويتو بسيمة رابع وبخزيخ لو خون